السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طغراني حميد عن النقابة الوطني المهني سيرة الأجرة الصغيرة مدينة محمدية مضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجمعية الاجتماعية المهنية المهني سيارة الأجرة الصغيرة لسائقي سيارة الأجرة الصغيرة مدينة محمدية. شكرا للجهوية بريس على تتبع المراحل وفيما يخص سيارة الأجرة الصغيرة مدينة المحمدية، كل صغيرة وكبيرة إلا وكنلقاو المدير ديال الجهوية بريس متبع المراحل كل خطة ديالها. موضوع الساعة كما كيعرف الجميع بلا أن واحد جملة من سائقي سيارة الأجرة الصغيرة مدينة المحمدية تعرضوا لواحد السرقة من واحد الأشخاص اللي هو مترأسهم شخص وكيخدم كل مرة كيخدم بواحد الشخص، كل مرة كيخدم بشخص يعني ربما لطمس المعاليم أو لحاجة في نفس يعقوب. ما المهم الأمور كيف ما كيعرف يعني المجتمع ديال سائق سيارة الأجرة الصغيرة مدينة المحمدية واحد كون واحد الرعب في نفسية السائق المهني، حتى سائق مهني ما بقى كيخدم في الأريحية، ربما عاد كيشك في أي شخص كيبغي يهزو، عاد كيشك يعني ما بقاش ديك الخدمة كيف ما كتعرفوا يعني. وحديثا ليلة الأمس بالضبط تم القبض على رئيس هذه العصابة هذه، والشكر موصول لرئيس المنطقة الأمنية لمدينة المحمدية اللي بدل المجهودات ديالو الجبارة. وهنايا كيمكن لنا نشير الى واحد العمل جبار اللي قاموا واحد الاخ واحد يعني رئيس الشرطة القضائية في الشخص السي بن يونس، لانه قام بواحد العمل جبار اللي احنا ربما كنا احنا هذا الامر كيهمنا وكيهمنا من الدرجة الاولى، ما دام ان السائق المهني هو اللي تمس في هذه المسألة كيهمنا، كنا متبعين مع جميع المراحل لانه ربما ما كانش كينعس كاع نهائيا بعد المرات. بعض المرات 12 الليل وحدة الليل كنلقاو مازال يعني هانئا لنا بهذا الطاقم ديال الامن اللي كاين مدينة المحمدية اللي ربما غطى هادي وتم القبض عليه في واحد الظرف وجيز ديال تقريبا 3 ايام حتى 4 ايام يعني، وهي جملة من 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 اللصوص، راه ماشي غير لص واحد ولكن لحد الان دابا الحصيلة راه وصلت تقريبا حتى 4 حتى 5 5 اشخاص. اول حادثه وقعت سيدي على مستوى واد المخازين، وتبعتها تقريبا 3 الحالات مماثله، وربما هاد الناس هادو كيستدرجوا سائق سياره الاجره لهاد الاماكن لان كيعرفوها حسن المعرفه، كيعرفونها حسن المعرفه وفيها يعني بحال ممرات خاصة بالراجلين اللي كيستغلوها باش ما يتبعوش. دابا والغريب في الأمر أنهم كيديو حتى المفاتيح السيارة، يعني مفاتيح السيارة كيديوها ما كيخلي يعني كيشلوا لك أنت لا الحركة ديالك لا يمكن اللي يخليوكش كاع حتى ربما كتبقى خايف على السيارة أكثر من أنك خفتي على ذاك المال اللي مشالك. اللي تار الانتباه ديالي أنا في هذه السرقة هذه هو ما فيهاش كثرة الجرح، لان ربما هاد الناس كتهدد بالسلاح والسلاح يعني ميديا من الحجم الكبير زائد موس من الحجم الصغير والاختناق، هذا هو الامر اللي كيعتمدوا عليه هاد الاخوان وكيكتفيو بسرقة النقود والمفتاح السيارة، وهذا هو المشكل اللي ربما دارو سرقة واحد الوقت
لا بالنسبه لهاد يعني زعما كليان مع صاحب سياره الاجره وسرقوا الكليان وسياره الاجره. هما سرقوا السياره وهزوا بها الكليان وضربوا بها صالحها. ما عندناش هاد المعلومه هذه باش نكونوا مديرين، ولكن الا سمحتي السيد المدير، بان السرقات كانت في واضحة النهار، يعني ما كتيرش الشك انك ربما غتكون سرقة، او لان هذوك القنات ما يمكنش ندخل لهم بالليل، ولكن ملي كتجي الامور انها في واضحة النهار 9:30 الصباح 11 الصباح 3:30 6 العشية، يعني هاد الامور هذه ما غتخليكش تشك نهائيا، هذه الامور اللي ما تخليكش تشك بان راه سارق، وهذا هو الامور. نو اللي وصل لينا حنا دابا رانا كتنشط خارج مدينه المحمديه لي ريجون المحمديه حتى هي، ومن خلال الاخوان فاش كانوا كيديروا في المحاضر، لان جاوا حتى الناس من بن سليمان وبن بني خلف، هذا هو الامر، جاوا الناس باش يتعرفوا على الجونات من بني خلف ومن بن سليمان. نهضر لك انا على الطاكسيات اللي كيهمنا هنا، هي سياره الاجره من الصيف الثاني، العدد وصل ل 11 سياره، 11 سياره اللي الحالات اللي دازوا عندنا هنا، لان هادو الناس منخرطين معنا وكل شيء كينضعوا تحت لواء النقابات اللي معنا في اتحاد نقابات سياره الاجره. وهذا العمل هذا جاء تكتل ومجهودات ديال الاخوان في اتحاد نقابات سياره الاجره، مشكورين من هذا المنبر اللي سخروا جميع الوقت ديالهم والسيارات ديالهم في صالح المهنه والمهني، باش هذاك المهني يحس بانه خدام بواحد الرفاهيه وواحد الاريحيه.